التراويح يا أخوان من شعائر الإسلام ومن شعائر أهل السنة. واعلموا أن الرافضة ما عندهم شيء اسمه صلاة تراويح، فكون السني يصلي تراويح فليحتسب منها إيش؟ جانب أنه يخالف أهل البدع، وهذا مأثور عن السلف أنهم أحيانا يأتون بالسنة حافظوا عليها إذا علم أن أهل البدع ما يفعلونها، فيفعلونها يقول أنا أكسب أمرين اثنين، أنك تعمل بالسنة وأنك بهذا الفعل تخالف أهل البدع. واضح؟ ومن أشهر الأمور هذه اللي هو المسح على الخفين. الرافض عندهم المسح على القدمين، على الرجلين وهي مكشوفة، وضوءهم يمسح على القدمين، يعني صلاتهم باطلة لأن وضوءهم باطل، لأن أصلا دينهم كله باطل. المهم المس على الخفين ما يفعله الرافض ولا يؤمن به، وهو فيه وهو وارد في السنة، وهو محمول على قراءة الجر في قوله تعالى في قراءة غير قراءة حفص لربها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقراءة المسح حملت على المسح الخفين. وقراءة حفص المشهورة عندنا النصب: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني معطوف على المنصوب اللي إيش؟ فاغسلوا وجوهكم. ولكن أخرى ذكر غسل الرجلين لاعتبار الترتيب، فإنه مطلوب شرعا يرتب بين ماذا؟ بين أركان الوضوء، فيغسل أول الوجه ثم يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. فمن أهل السنة من يحافظ على مسح الخفين، قال لأنه هذا شعار لأهل السنة، ما في رافضي يمسح الخفين، فأنت كونك تمسح الخفين وقد لبستهما طاهرتين يعني على وضوء تام تمسح، فيه تطبيق للسنة وفيه مخالفة لأهل البدع. فلذلك التراويح ما جعله منكرا إلا الروافض، وقد صلاه النبي عليه الصلاة والسلام، صلى التراويح لكن تركها خشية أن تكتب، وأتم به قوم، ثم الليلة الأخرى تتم به أكثر، ففي الليلة الثالثة أو الرابعة ما خرج عليهم، انتظروا ما خرج، فقال خشيت أن تكتب عليكم. فرد هذه السنة من؟ عمر الخطاب، جمع الناس على إمامين، إمام الرجال إمام للنساء، فصارت سنة من ذاك اليوم من تلك الليلة لما عمر رضي الله عنه أحياها إلى يومنا هذا. والذي يلاحظ على كثير من الناس حتى بعض المستقيمين ملتحين ما يحافظ على صلاة التراويح ولا يصليها إلا قليلا. كمان الملاحظ على جمهور المسلمين في أول رمضان، أول ليلتين، أول ثلاث ليالي أربع ليالي المساجد ما شاء الله، ثم بعد ذاك إيش؟ يخف العدد، ثم إذا أتت ليلة 27 زاد العدد، ثم الموفق الذي وفقه الله الذي يصلي رمضان كله قيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهي فرص عظيمة.